مشاهدينا حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منصة المشاهير. اليوم الحلقة استثنائية، وقبل كل شيء مساءكم رجل جعل من الحلم حقيقة، مساءكم رجل لن يعود ولن يتكرر حتى لو بعد 100 سنة، مساءكم زايد الخير رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه في هذه الساعة أن يغفر للشيخ زايد وأن يرحمه ويدخل فسيح جناته، ونحب نقول له نبشرك عيالك بخير وعيالك صانوا الأمانة، وإحنا نحبهم ونعزهم ونغليهم، وعسى الله يحفظهم ولا يغير عليهم. موضوع حلقتنا هذا اليوم موضوع الزواج. الناس يختلفون، بعض الناس مؤيدين لموضوع أن أهلي يختارون لي الزوج الزوجة، وبعض الناس يقول لا، أنا رجل بالغ عاقل أعتمد على نفسي ولي استقلاليتي، أنا بختار شريكة حياتي. اختلفوا الناس فيها، وهالموضوع صال وجال في مجتمعاتنا. طبعا راح نناقش هذا الموضوع الجميل اللي طبعا قبل كل شيء، أي شخص منكم عزوبي عسى الله يزوجه، واللي منكم يتزوج عسى الله يحفظهم ولا يفرق بينهم. فباسمكم جميعا نرحب باثنين من نجوم السوشيال ميديا. أولا المشكلة هم عيال خالة، فأنا ما ودي أزعل أحد، لكن اختار الطويل. نرحب راشد الفلاسي، حياك الله. الله يحييك، ومشكورين على الاستضافة، وأشكرك أنك بديت مع واحد جميل يعني قبل. أنت نفس الشبه، نفس الديزاين. وباسمكم أيضا نرحب حبيبنا نواف، اللي أتشرف بأني أعرفه من 3 سنوات، حياك الله. الحين حبيبنا عقب العنصرية تقول لي واحد طويل؟ استديو العنصري مجلسين عن 2 طوال عوارض. أنتوا أزعجتونا بالقصر فتنة، إحنا ما نشوف فيكم فتنة. القصر جمال. جمال فين؟ ورقة وحنوية. يعني هم يقولون القصير يخلي الناس ينحنون لهم. طبعا. تعبتونا أنتوا الآن. إذا شو هالمثال اللي يقول لك لازم حق الزهرة تنزل تحت وتجلع؟ هذا أنا طبعا. أسأل الله يحفظكم وتشرفنا بجيتكم ووجودكم معنا. طبعا نواف، أنت مع بأن الرجل يتزوج من نفسه أو باختيار أهله؟ طبعا من نفسه. الواحدة؟ طبعا من نفسه الواحدة. راشد، أنت مع أن الرجل يرجع إلى أهله ويستشيرهم، هم اللي يختارون له؟ أكيد نعم، لازم يرجع له. مشاهدينا مثل ما شفتوا عندكم الاستبيان بتويتر، يهمنا مشاركتكم، لأن الشخص اللي يحصل على أقل نسبة راح نتفاهم معه وسوف يحاسب حسابا عسيرا. جاهزين ولا لا؟ جاهزين. نواف، هل أنت يعني تدخل الأهل بشكل قاطع في اختياراتك، خاصة موضوع شريكة الحياة؟ أدخلهم طبعا، لكن بشكل قاطع. أدخلهم في أمور نصايح، إن هالبنت تصلح لي أو ما تصلح لي. إذا قالوا ما تصلح لك، ليش ما تصلح لك؟ أنا ما أشوف إن البنت يعني الأهل يقولون ما تصلح لك إلا بشيئين، يا أن تاجرة مخدرات يا فيها 3 ريول، هالبنت بس ما تصلح. بس كل الباقي إذا البنت ما فيها هالاثنين خلاص تصلح هي. يمكن أمك مرة شافتها ما شلت فنجال بيالة طايحة أو صحن وكرهتها أمك، يمكن. هذه مشكلة الأهل، كل ما يختارون بنت لا لازم تعرف تطبخ وتنظف. انا ساير مكتب خدم، ها بتعرف باخذ بنت؟ لا لازم تعرف تطبخ عشان ما تشتكي بعدين تقول له غشيتوني في العروس. انت بس هذا الشيء المهم يعني، تطبخ وتنظف، بصير ادور لي خدام يعني. هلا حقين على سوالف خدم، يكون عمري 70 سنة ان شاء الله بندور خدامات. بس في بعض الازواج الحين يقول انا ابغى اكل يد زوجتي. يا ابن الحلال عندك خادمه؟ يقول لا ابغى زوجتي. لا صدقني، اكل المطاعم احلى عن اكل ايد الزوجة. والله بعد شوف غير، بعد تشوف الوالده والوالد، اكل الوالده غير، بعد شوف اكل الوالده غير، لكن اكل الحرمه مو بشيء. هذه العنصريه. شوف الوالده مو بحرمه. شوف اللي تتزوج نواف عما قريب، نصيحه تابعي هذا اللقاء وتعرفين نيه نواف. راشد، وش السبب اللي خلاك تقول بان الشخص لابد يرجع للاهل في موضوع اختيار الزوجه؟ لان انا عارف ان في حد قاعد يتابعني الحين عشان ما يحط امل فيي انا. فلازم اقول لهم ان انا مع الاهل. لا هو طبعا الواحد لازم يرجع لاهله يعني، في النهايه هم لهم خبره في الحياه، هم يمكن الحين الثقافه تغيرت مو نفس قبل يعني، فهم لهم دور ان يمكن يبدون رايهم في الشيء يعني. مو نفس قبل تعال وتزوج واحنا راح نختار لك اي بنت، فحتى الاهل تطوروا يعني، عقليتهم انفتحت يعني مو نفس قبل. شو الاهل تطوروا؟ ابديت ايفون ونازل، شو الاهل تطوروا؟ انت الحين يعني تبغى تقول ان اهلك اختاروا؟ انت كذب. انا بجلب هالاستوديو استوديو فضايح. تفضل. انت اول واحد اخترت، ما بختاروا لك الاهل، انت روحك اخترت. قول لا بعد. متى؟ ما تزوجت. بس انت اخترت. يعني متزوج بالسر. احنا انا متزوج بالسر بس مو بالعلن. خالتي انا بعترف الصراحه، راشد متزوج وعنده شقه. شرطه؟ شقه. امي اللي تحرمته في الشقه، انا اعرف من الشقه موجوده في دبي.
يقول الحمد لله انه ما تعرف انه عندي عيال بعد. ما شاء الله ما شاء الله. واحد اسمه سعيد. يا جماعه احنا نبغى نخلص اللقاء نطلع بحب وسلام. طلعوا فضايا ما نضل اهلكم جايبين الشرطه برا وهذا وسوى فكونا خلونا خلونا كويسين. نواف هل انت تشوف بان الجيل هالزمن شبابنا قادرين بانهم يختارون شريكه الحياه الصحيحه؟ طبعا طبعا قادرين ان يختارون. دائما الاهل يقول لك والله لازم الحين اذا قلت لهم انا بخطب يقولك لا فكر في الموضوع بعد اكثر. اكيد انا يعني مفكر يوم انا قلت بتزوج اكيد مفكر في الموضوع. انا ما قمت من الرقاد غسلت وجهي وقلت لا اليوم انا بتزوج الصراحه ودورت يا رب يزوجوني منى. انت الطفل بعدك ما تعرف شو منو البنت الصح من الغلط. فاي وحده حلوه بالنسبه لك بتتزوجها. هو صح ان اي وحده حلوه انا ابغى اتزوجها لكن بعد الواحد يفكر. انا طبعا مفكر. انا ما يستي اروح. انت اذا رحت عند الاهل الاهل سبحان الله عندهم ستور بنات منو تقول لهم ابى اتزوج عطوه جميله. منو جميله لحظه منو جميله منو نازلي لي ذبيحه منو جميله. انا لازم اعرف البنت. بس يعني يعطونك الاسم بدون ما يكلمونها. هي يقولون احنا مكلمين اهل مكلمين اهلها واهلها قالوا زينه. واو واو اكيد الاهل بيقولون زينه. ما في اهل بيقولون عن بنتهم مو بزينه. يعني انا ما اتوقع يقول بنتكم زينه. لا والله بنتنا تاجرت مخدرات. اكيد بيقولون البنت زينه. انت ليش مصر على المخدرات من الصبح؟ نقول يعني من الاشياء السيئه اللي موجوده. ايه الاشياء السيئه الموجوده في المجتمع. طيب راشد انت شاب مثقف ما شاء الله شاب متعلم شاب وسيم. ما تشوف يعني ما شاء الله شاب مثقف وبرضه يعني ينتظر او يشوف الاهل يختارون له شريكه الحياه؟ هو طبعا شويه عيب يعني ريال ايش كبره وعرض وهذا يعني واخر شيء ما تختار حرم يعني مرتي ومن هالامور. لكن مثل ما ارد واقول ان الواحد لازم ما يطلع بعد عن شور اهله. وفي بعد عادات وفي تقاليد وفي نسب. الواحد ما يطلع من هالشيء. طبعا النسب يكون من اخر الاختيارات. نسب يعني قصدك انا اخذ لازم بنت عمي اسيا اتزوج وحده عمي يشبهها. انا ما ابغى وحده جميله. يمكن انا يمكن عمك جميل. يمكن في عائلتك الواحد خشمه هالكبر. انا ابغى اعدل النسب. انا ابغى اجيب عيال حلوين. نسب او نسل؟ النسل ترى ما يعرف احنا. هو قال هو قال النسب. نسب العائله النسب. يعني انت شوف يا نواف اذا انت رجال مركز في الجمال لانك انت انسان وسيم ما شاء الله. انا احب الحلوات الجميلين بشكل عام او النساء فقط؟ الجميلين جميلات. تحبهم انت؟ اي والله. ومؤيد لهذا الشيء؟ طبعا مؤيد انا 100%. طيب يا اخي الله سبحانه يمكن يعطيك زوجه مش حلوه. اخلاق ترى هذه يقول لك والله نحن بنزوجك وحده وهي جميله وعقب يوم تكتشف بعد الزواج تفسخ قرعه. احنا انتوا اعطيتوني وحده قرعه. لا هذا نصيب. شو نصيب متزوج قحط انا؟ شو نصيب يودوها ما بشوف اخلاقها يعني. شوف انت اخلاقك. شو الاخلاق؟ خلي الاخلاق انت تشوف اخلاقك ما شاء الله يعني ما ابغى امدحها يعني. فانت لازم تحتاج وحده اخلاقها تحسن اخلاقك. بعدين يعني نواف انت قزم. ترى انت قزم. صح والله صدق. يعني صدق يعني البنت لها شروط. هذا قزم. انت جايبيني هنا عشان تعرفون علي انا قزم؟ لا لا الشطرنج اطول منك ونص. في بعض الناس مثلا يقول ابغى زوجي حلو. انا تشوف شكلها عادي مو حلو. طيب البنت ما راح ترضى فيك. لكن انت معك حد راح تساعدك في هذه الحياه. طبعا انت من نجوم السوشيال ميديا. لا بعد نجوم السوشيال ميديا بعد هالشيء ما مساعدني ابدا. ليه؟ مثل ما كنت قبل ما حد يباني الحين حتى ما حد يباني. كل اللي يبون حلوين عفوا يبون واحد طويل وحلو ومعضل. انا ما فيني هالاشياء. هالثلاث اشياء ما فيني. ولا انت فيك لا تقول هي والله. انا البنات مبهدليني يا طويل نباك يا حلو يا جميل. والله تعبت انا بس يلا شو نسوي. ايه احلام احلام انت. طيب انت بتختار بنت حلوه بس تقول نفرض ان نواف قصير ما ابغى. رده الفعل؟ القصر علامه الجمال. هي ما تبغى هي. بس هالموقف صدق صار. آه. كأربع مرات يمكن وقدام عيني وقدام أهله وعادي عنده ولا إحساس ولا شيء. شوف أنا البنات اللي في سني أو اللي أصغر عني بشوي دائما ما يبوني يتحروني أنا يعني ياهل ولا شيء. دائما الصغار اللي يبوني في الروضة في الابتدائي. لكن هذا بعد ما يمنع أن إني أنا أتزوج من حلوة. أكبر مني. على فكرة أنا أكبر عنه وأعقل عنه وأحلى عنه مو بس أكبر عنك. مره بالموضوع شخصي. في واحد من الشباب راح يخطب مره وكان نفس نظام نواف انا وانا. ولما دخلت النظره الشرعيه قالت شرفتنا. يقول انا استنست شرفتنا. قلت شكرا. قالت شرفتنا برا. ليش 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 مكرش هالموقف؟ والله بيذكرني. قلت رحت البيت ناظر توي اركز في الموضوع. انت اتكلم على طول. انت الطول الطول حاليا احنا نتكلم على طول. والله بعد حرام يعني الكرشه علامه من علامات الجمال. انا ايد الناس اللي فيهم كرشه. لا يا عزيزي الكرشه يعني فلوس. يمكن مطفر ما بعد صح. مطفر ما عنده شيء. ما في فقير
في كرشه كرشه يعني فلوس. الله يرزق كل محتاج. امين يا رب. يرزق الطول ويرزق العضلات. امين. ويرزقنا الشعر. امين. يعني زيدان شكلك شويه كذا. راشد انت باعتقادك ليش بعض الشباب ما زال مصر بان شريكه حياتي يختارونها اهلي؟ ايش الاسباب؟ هم شايفين شيء في المجتمع؟ هم ما عندهم ثقه في البنات. صار لان كل ما صار انفتاح اكثر كل ما صارت ثقتهم بالبنات اقل. يعني انا الحين ما اثق اني اتزوج بنت. يعني وايد صعب على المواقف اللي تصير في المجتمع، على الاشياء اللي احنا نشوفها بعيننا. فما قمنا نعرف منو الزين ومنو الشين. يعني احنا ما قمنا نعرف. ايوه ما تعرف منو الزين منو الشين. عشان شي لازم تتزوج وحده انت تحب. انا بتزوج عن حب الصراحه. ابا زوجتي تقول لي حبيبي عيوني قلبي. ما اهلي يختاروا وحده على طول تذكرني بجاسم. منو جاسم؟ لحظه منو جاسم؟ لازم تتزوج عن حب. طيب في حياتك احد؟ لعيونك. لا في حياتك احد؟ طبعا مريم. منو مريم؟ اوكي هذا اسم بنتي ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ولماذا مريم؟ هل الحبيبه الاول ولا مين؟ اسم جداتي الاثنين مريم. فانا احب هذا الاسم وايد. جداتك موجودين؟ موجودين الحمد لله. يطول بعمرهم. وعاشه عاشه مين؟ منو بعد؟ الله يخرب قدامك. جده ثالثه. نواف في وطننا العربي فينا نماذج كثيره ان البنت تروح عند الرجل تقول انا معجبه فيك تزوجني. لا ابوي هاي خفيفه ما يستوي ثقلي. لازم ما تصيرين عند الرجال. خلي الرجال هو اللي يقول لك انا احبك اول شيء. من بعد الحب ان شاء الله عقب يوعدها بالزواج. مو بتقص عليها تقول لها ما يستوي. شوف حب ما يستوي تحب وانت ما حاط في بالك بتاخذ البنت. اذا انت حبيتها لاسباب، فهالاسباب لازم تتزوجها. طيب هي معجبه فيك في تصرفاتك في اخلاقك وجات حبت يعني تعبر عن وجهه نظرها وكلها امل ان نواف يوافق وتعيش معاه حياه جميله حياه سعيده. اذا حلوه خلاص بوافق. وافق يعني راضي؟ والله اذا حلوه راضي كل شيء راضي. اذا حلوه يمكن جميل. اخلاقه مش كويس يمكن بنت عصبيه يمكن ما تناسب جو نواف يمكن تضرب يمكن اطول عنك. لا شوف اطول عني انا ما يستوي اتزوجها صراحه. لازم وحده يا طولي يا اقصر عني بشوي. كيف بيجون عيالك؟ لا ولدي يستوي اطول عني يكفخني. لازم تغير شويه. لازم اغير ان شاء عادي. انا ما راضي ان عيالي يطلعون قصار بس ما يطلع اطول عني هو يكفخني بدل ما انا كفخه. اذا مشاهدينا نواف متقبل لاي زوجه تجي في اللي ممكن تقابله ان شاء الله في السوق مكان عام تتقدم له وهو راضي بكل حاجه. لا ابوي بتقطع رزقنا. اهم شيء اقصر عنه برد البيت بتكفخ. راشد انت يعني ضد ان الوالده تختارك؟ تختار لك؟ ان الوالده تختار لي؟ انت ضدها؟ ايه. طيب افترض مثلا امك جات وقالت يا راشد انا كلمتك آل فلان وخطبتك بنتهم. لا ما يصير استهدف والله شوي. يعني عارف يعني في النهاية احنا نبى نشوف صور. نشوف صور. شو نشوف صور انستغرام؟ يعني شو رايك في هاي؟ لا غير خلنا ناخذ هاي. لا لا هاي احلى. شو تشوف صور عيب؟ ما في تشوف صور. تتزوج عقب تشوفها. امك تختار لك. امك تختار لك. انت راضي؟ تطورنا الزمان تطور الحين في صور. حتى في انا الحين يوزعون انستغرام اكونتات صور فلتر. هي في الصور كلها فلتر والله. يوم تيك هي ما شاء الله يعني تصور لك بفلتر تكون فاطمة. يوم تيجي قدامك تحس خليل قدامك. شو تسوي في هذه الحالة؟ طلق. طاق لعبه. باقي ما تزوجت. باقي ما تزوجت. هم خطبوا. شوف هذا اختيار الأهل. أول شيء طلق. خطبوا. بس يعني بشرب الشاي بخلصه لين آخر شيء. طبعا لا سالفة ولا. بتوكل على الله. إحنا بس في جد في حياتنا نقابل الناس. أهلي خطبوني. طيب لا أثق في أهلي. نقول ليش؟ طيب اسأل مين يقول لا أنا أثق في ذوق أهلي. بعدين نتزوج سنة سنتين والله ما ارتحنا لبعض. أيوة بالضبط. هذا مين يتحمل ذنب هذا البنت؟ الأهل طبعا. عائل أمك وأبوك كيف تزوجوا؟ أبوي حب أمي. عندي القصة كلها بس ما بقولها استحي. أوه. أبوي رومانسي ما شاء الله عليه. أبوي رومانسي. أبوي جميل شاعري كان يكتب قصايد حق أمي. الله يحفظه. إيه ما شاء الله. قيس بن الملوح ما شاء الله. أنت الجميلة وأنت إيه. أبوي شاعري. عشان شيء تزوج خد أمي عن حب. أنا بعد بتزوج عن حب. أنا شوفك تطالعني شيء مو بعيب منك كلامي. مشكلة أنا ليش تعرف تقول حب؟ أنا قاعدة أبغى أركز أي حب تقصد لأن في وايدات في بالي. فأنت أي واحدة اللي تحبها؟ أنا الحمد لله أحب واحدة طبعا. ما أحب أكثر من واحدة. أنا ما ألعب. أنا ما ألعب. كلامي صح؟ ده ما عربي جاوب كلامي صح. عندك كم حبيبة؟ وحدة.
اللي هي لحظه توترت تعرقت. طيب شوف احنا كودنا نكمل لقاء بس المخرج يقول ان في برا ابو واحد منكم ما ادري هو ابوك ولا ابوه جاي زعلان. بنطلع فاصل وراجعين خليكم ويانا. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا. تمنينا انكم شفتوا وش اللي صار في هذا. وش جاك انت؟ اي والله الوالد كان عند الباب ياني برعني. وش قال؟ يقول لي ما شاء الله عندك هالكثر بنات وما تعرفني. الله يهديك الوالد. طيب بس المخرج ما قصر والجماعه هد الموضوع. حبايبي عارفين وش عندنا الحين؟ لا والله اهم فقره في البرنامج البلوك فقط. يا تكون او لا تكون. ها من تحت الطاوله. انا جاهز. تتوقع بلوك عند مين؟ طبعا عندك. كفو. لا طبعا عندك. راشد مين؟ الناس يعيدوني انا ان الاهل يزول. خليك الناس يحبوني انا. طيب جميل. نشوف مخرجنا اطربنا شويه. راشد. يس. لا اوكي انا بعدين انت هون شي مسوي. قول والله انا عامل يعني بعدين. لا انت لا مو لا قلت احمر. يا راشد نحترمك ونعزك ونغليك بس ما حصلت نافس الا الشيخ نواف. والله طلعوا الناس كلهم يعيدونه ما ادري عشان يعيدونه. طيب كيف منظره؟ قلت لك لا تحط راسك وراسي، لا تحط راسك وراس القصار. والله حسيت. نشوف النسبه على الشاشه. شوف التصويت كم النسبه اللي مع نواف. 69%. اشكركم انا اشكركم مع راشد. الله يسعدكم يا رب. هذول كله ضد اهلهم. الله يسعدكم احبكم واحد واحد. انا اشوف صار في انقلاب في الفكر والعادات. والله خلاص انا حروفكم تزوجوا اللي تحبونه. حروفكم انا. الدنيا تغيرت. اي والله. طيب الان البلوك موجود. عشان نشيل البلوك عندك خيارين. الاول يا قلبي انك تعطينا سر يرضي الشيخ نواف ثم يرضيني انا، او تصور سناب تعاتب متابعينك. يا جماعه الخير وش فيكم؟ وجهه نظري انا مع قبل الزواج تستشير اهلك وتكون معاهم الاختيار عن طريق اهلك. ليش تبع عن طريق انت وياه؟ وقفل السناب بس. لا سر ما في سناب. سر انا مو براضي صراحه. ما عندي اشكال بقول سر عنك عادي. لا سر عنك انت شو. هو سر عادي. تكل الاسرار عني انا عن نواف. حلو. يقول سر عادي عني انا. نعم من حقه. لا لحظه شو خلاص سناب. افتح سنابك يقول خلصت الاسرار. استر عليك. يعني استر علي. والله احبك. والله احبك. خليك زواج الاهل صح. شفتوا الحين ردوا حطوا عليه صور سناب وخليك معاهم صارم بدون اي ضحك. خلنا نشوف راشد بالشخصية القوية. أصارخ عليهم؟ لا عاد ليش؟ انتوا ايه طلعتوا ترى مول؟ شو انتوا ايه؟ شوفوا في فريج ميناوي شو انتوا ايه؟ مشاهديني قول له سمحتوا. متابعيني انا معاملتي معاهم شي متفاهمين مع بعض. المهم انتوا كيف طلعتوا ضدي؟ لازم الواحد يصير يشاور هلا قبل لا يتزوج. مو بتعال واحب لي اي وحدة وتعال بس اتزوجها. خلكم وياي مو بيا هذا قاص عليكم. ها خرب العادات والتقاليد. خرب كل عاداتنا وتقاليدنا. كويس بس نخلي البلوك شويه. اي والله خلوه لا يقعلون. حريت ثاني مايكروويف يا ريت. امشي راحت. امشي راحتك عندنا انت. انت مستانس مبسوط؟ انا مرتاح مستانس بعد التصويت هذا. انا مرتاح بعد النتيجه. انت نواف من الناس اللي احنا نحبهم. حتى من حطينا البوست الناس كلهم مؤيدين لك. وانا بعد احبكم واحبهم. في تويتر احنا مع نواف واحنا قلت يعني راشد مزعلهم. مدر راشد اخت الغاليه تيم يعني. أيوة. ناس محبوبين بس لكن وجود راشد معاك هو خسران دائما طبعا. بس لو راشد لوحده راح يكون كسبان بشكل ما نتصوره. انت كله واقف يا راشد لازم يعني ويا الطوال. ما قال شيء. انا مدحتك قبل شوي. مدح هذا تقول مدحتك. نواف في بعض المواقع رصدت بعض الخلافات حصلت بين الأسر وبين عيالهم في موضوع هذا الزواج وصار مشاكل وصار حتى يمكن قطيعة. رأيك في هذا الموضوع؟ لا هالموضوع غلط. لازم كل شيء بالتفاهم ينحل. كل شيء بالتفاهم ينحل. لازم يكلمون الولد. لازم يشوفون شو أسباب الرفض. شو أسباب. إذا الأسباب ما تسوى المفروض ما يرفضون وما يقاطعون الولد مهما كان هذا ولدهم. واللي قاطعهم هو. واللي قاطعهم لا هو غلطان. نفترض إن هو صاحبك وصال هالموضوع. وجهة نظرك إيش؟ صاحبي؟ نعم. لا بنصحه انه لازم يرجع في الاهل. اهم شيء رضا الوالدين. رضا الله من رضا الوالدين. اهم شيء رضا الوالدين ما يقاطع. قالوا اهله بنزوجك من عنده يعني من عنده. لا ما في.
ما يستفيد زوجوا روحكم البنت. ما عندي تعبير من كثر ما انت قاعد تكذب. تعال خلاص ما عندي ولا كلمه. اللي يكذب الله يوديه في النار. انا في حياتي ما كذبت. انا كذبت يوم قلت انت حلو، هذا اليوم الوحيد اللي انا كذبت فيه، ولا انا في حياتي ما كذبت الحمد لله. انا حريت من كذبك تو. انا لازم الواحد يأيد ويكون مع اهله ورضا الوالدين. حسيت انا ما عرفت نفسي. انا لازم اصير اشوف عمل في الجامعه. نواف هذا انت؟ والله انا اول مره جيت اتكلم. طيب راشد، هناك في اعمال دراميه تتناول الاثار السلبيه الناتجه عن اقصاء الشاب من اهله، يعني يقولون مثلا تتزوج عن طريق مو عن طريقك انت، وصار مشاكل كثيره. وصار ما قد فكرت تسوي عمل في الانستغرام يتكلم عن هذا الموضوع، تعالج هالقضايا مثلا؟ اللي هي لانك يعني حاول يكون بالتفاهم بين الطرفين، بالاستشاره، بالتعاون، عشان تطلعون بشريكه حياه تليق بولدكم هذا. والله الصراحه هم في النهاية لازم طبعا مثل ما قلنا اول مره انا ايد في شيء انهم لازم يعالجون هالشيء من بينهم. وفي النهاية لازم الواحد يستشير اهله في هالمواضيع، وما هو مش حقوق للوالدين في النهاية. وفي النهاية ان انت تبى توصل في النهاية تبى رضاهم. شو رايك نسوي هالعمل نحن في الانستغرام، نمثل فيديو عن هالموضوع؟ بس تكون شرط انت تمثل دور البنت، تكون هاي الهبلة الطويلة، وانا امثل دور اللي بتقدم لك، والاهل يكونوا معرضين. الهبلة الطويلة؟ الهبلة الطويلة. انا بلا شلون؟ ايه انا دائما اشيل وياي شو بابي صار، فانت تكون بابي مالي. شو رايك؟ لا ما فكرت والله جد. والله ما يعني ولا مرة اني يا في بالي اني اسوي هالشيء. لانه ما تفكر انت تتزوج، كله تبغى تلعب، عشان كذا ما تفكر في هالسوالف. يلا اكتب ضبط جهز. الحمد لله اني متزوج بالسر، الحمد لله. بعد ما تستحي انت ما تخبر اهلك انك متزوج؟ تو جاء ابو نواف قال تبغى ابوك يجي الله يحفظهم. لا انا ابوي عارف اني متزوج بالسر، ما اعرف. شوف التفاهم بين لانه ابوه بعد متزوج بالسر خالتي. نواف، هناك في بعض الوسائل يلجا اليها الشباب عن طريق السوشيال ميديا، يتعرف على واحده عن طريق احد التواصل الاجتماعي، سناب، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يحصل لهم تعاون. بالنسبه لي هذه الطريقه الوحيده الصراحه. انا صراحه ما اقدر، انا وهي مو بلوح اصير اكلم بنت الشيخه الغاليه اعطينا الرقم، ما يستوي. لازم عن طريق السوشيال ميديا. بدوها اجدادنا عن طريق الشات عرب فان، عقب بدوها ابانا عن طريق الماسنجر، عقب البلاك بيري، عقب السناب شات. هذه الطرق الوحيده عشان تحب. بس نكون واضحين شويه، يعني نقول نسبه كبيره من حالات الزواج اللي صارت عن طريق السوشيال ميديا تنتهي بالطلاق. صح. يصير بعدين شك، هذا يشك فيها، هي تشك فيه، سنة سنتين ثلاث انتهى. أكيد، لأن أنت عارض حياتك الشخصية على الناس، وأي كلمة الناس يقولونها عليك أنت أو على زوجتك أنت تتأثر فيها. فحتى لو زواجك صح وواحد يقول كلمة كلمتين عنك أنت خلاص. وأخيرا أيدك، دام في خصوصية الزواج بينجح. بعيد عن الخصوصية، هو بعدين يشك، أنا عرفته عن طريق السوشيال ميديا، تعرف غيري، هي بتقول يعرف غيري، في يدخل الشك بينهم بعدين طلاق. صارت كثير. صح، مثل هالمواقف صارت يعني مع نواف يوم قبل، يوم هو كان متزوج فمرته عرفت، لانه هو هي متعرفه عليه عن طريق وين؟ شارع جميره. لحظه ليش ما اضحك يا جماعه؟ انا ما اضحك، انا اتكلم جد يعني. فيوم تعرفت عليك بشارع جميره فشكت فيك يعني، فان انت بعد شكيت فيها ان هي بعد تتعرف على شباب شارع جميرة. لا ما في شك الحمد لله ما في شك، دام ان شاء الله في ثقه ما في شك. طيب شو هالعلاقه الدودكي كله شك وما شك؟ شو هالعلاقه؟ ما يستوي. انا اعرف انك انت انسان كريم، انسان طيب. البلوك حرق الرجال، يبغى يخرب سمعته. البلوك حرق، لا تشلونه، ما تشلون البلوك. احنا حطينا استبيان بتويتر، نشيل البلوك او نخلي البلوك؟ نشوفه، خلوه. مشاهدينا نشوف التصويت. والله اذا كتبوا لا، نواف تتوقع خلوه او ما راح يخلونه؟ يا رب يا رب يخلونه. تتوقع انت؟ انا اتوقع يخلونه، والله ما حد يداني كنت، عفوا الله. صدقني خلوه، انا متاكد. ها راشد، انا هي يخلونه. تتوقع يخلونه؟ لا ان شاء الله يخلونه احسن. دحين متعب، ما بيخلونه، بيشلونه. جاهزين له؟ نعم جاهزين. نشوفه سوا. المخرج شو ما شيل 55، واللي يقول خلي 45، ما زال في ناس كارهين. ليش؟ والله خونتوا فيني، زعلت منكم الصراحه، خونتوا فيني لاني قلت الصدق عن زوجتك. الحمد لله. شوف كيف طلع وجهه، شوف. نعم. زي الواحد لما يحلق الشعر قال اهله تو رجع وجهك. عفوان الله، ما في نور وجهك. بالعكس، راشد، انا لو عندي بنت زوجتها راشد.
اسمعني كفو تزوج اول شيء عشان عندك بنت تزوجها راشد ان شاء الله يوم بيزرع شعر بيتزوج وعدني انا اقول لو عندي لو عندي طيب نواف كلمتين تقولها للشباب اللي يطلبوا من اهلهم يشوفون لهم عروس كلمتين بس تزوج روحك لا تطلب من اهلك احترم البنت قبل لا تحبها وحبها ولازم تتزوجها لا تلعب على بنات الناس وبتلعب على بنات الناس تزوجها عن حب وان شاء الله الله يوفق في حياتك وياها جميل راشد كلمتين تقولها للناس اللي يبون يتزوجون لوحدهم مو عن طريق الاهل مو عن طريق الاهل نعم انا اقول انتم لازم تشاورون اهلكم في النهايه اهلكم هم ادرى وعندهم الخبره الكافيه انهم يقولوا لكم اذا هالبنت زينه او مش زينه واذا انت تعرف وحده وتحب وحده بعد هذا لا يمنع انك انت تستشير اهلك في النهايه انت لازم ترجع لاهلك في هالموضوع هم لهم خبره في الحياه ويقدرون يفيدونك صدقني ما راح يكونون ضدك اذا البنت زينه جميل الحين ننتقل لموضوع اخر اسئله عن موضوع السوشيال ميديا بعيدا عن موضوعنا هذا نواف انت بالعاده في صف الرجال او النساء طبعا النساء انا احب النساء اكثر عن الرجال يا رب ما احب الرجال ليه؟ شوف شو ما مستفيد منهم رجال شو مستفيد منهم؟ تعال بتضارب ياك شو يموت على بنات تطلع تسافر معاهم تستانس أفضل أسافر مع النساء بس أنت لسه ما تزوجت يعني إن شاء الله يوم بتزوج إن شاء الله عشان شي أنا ما أسافر مع ربعي إن شاء الله أجمع بيزاتي عشان أسافر مع زوجتي يا أخي ربعك السفر معاهم حلو أنت تلبس ملابسهم هم يلبسهم بس الطول يختلف ايه عشان شي ما لا انا ربعي كله طوال للاسف عشان شي ما احبهم ايش مشاك معاهم طيب للاسف هذا الجلد عشان يميزونك الناس والله عجبني زين يا عليك كل حد يحطني على كتفه هني عشان ما اتعب راشد بعض نجوم السوشيال ميديا لما تسأله تقول انت ايش عملك قال انا في السوشيال ميديا ايه هم معتبرين ان هذا دوام يعني ان السوشيال ميديا دوام وانه راتب يعني بالنسبه لهم بس هو في فلوس ايه في فلوس في فلوس طبعا طبعاً. لكن ما يكون هدف هدفك انت في حياتك لكن هدفك مع نجاحك مع اهلك مع عائلتك ما يكون في السوشيال ميديا انا ارفض الصراحه اللي يقول هدفي في السوشيال ميديا او انت ما عندك هدف في السوشيال ميديا نعم انا ما عندي هدف في السوشيال ميديا هدفي برا السوشيال ميديا طب هنا في مشكله حاصله انا سالت راشد نعم يا استاذ انا ما احب اي شيء يقوله هو حس ان انا قاعد اصبر خليه يجاوب اصبر لا لانه عارف يجاوب شيء غلط انا ما احب انه يتكلم هو خليه لوحده ما قلت شيء تفضل جاوب شو بتجاوب كل شيء معي يا راشد اخاف تنقع تفشل يستوي لك هاي اللي اتكلم عنه طيب تفضل هي ف والله نسيتني الله يهدي فالمهم ان هذه مش شغله هي تقدر تخليها كبدايه ان اوكي تبدا كسوشيال ميديا بعدين تاخذها لمستوى ثاني انك يمكن تستخدمها كتجارتك اذا انت بتفتح محل تستخدم شهرتك ان تدخل لك مدخول من عن طريق البزنس او انك انت تكون كوميدي وبعدين تروح لمسرح وتكون للتلفزيون بس المهم ان السوشيال ميديا لا تخليه هي مش شغلة ما في وظيفة اسمها انا سوشيال ميديا يعني نواف اغلب مقاطعك بالسناب انستغرام تتكلم عن النقد انت ناقد او تفكر بانك تكون ناقد دائم صار وصار وصار وحصل 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 بنات وبنات شو بنات وبنات لان هالاشياء موجودة في المجتمع يعني هالمشاكل موجودة في المجتمع يحصل لك موقف فتتكلم عنه انا ما يستي اتكلم شوف انا مو بالانسان المناسب اني اتكلم مثلا عن الحكام والحياه وطريقه النجاح في الحياه انا مو بالانسان المناسب انا انسان بنتقد انا احب انتقد الصراحه بس انتقاد ايجابي الحمد لله يعني ما انتقد بشكل سلبي لا انت بس انت نقدك ساخر في طقطقه وفي وناسه وفي ضحك وفي في الناس يستمتعون معه لازم يعني الحين مثال انت اذا تشوف راشد اذا اقول له انا خشمك مو بجميل هذا ما ياثر فيه صح يوم تقول له خشمك غلط خشمك بكوره خشمك مثلا فندال هني يحس ان انا لا انا غلط انت متخصص في هذا المجال دارس دراسه او مهنه الحياه علمتك عندي شهاده جامعيه الحمد لله في هذا الموضوع راشد انت سويت فيديو بعنوان سووا لنا جيم بروحنا غير معضلين اي والله كانك انت زعلان اكيد زعلان انت مثل ما تشوفني انا انسان معضل ومجسم الحمد لله يعني كل ما صرنا جيم نبغى نرفع شيء يانا واحد معضل كابتن انت تبغانا نشيل عنك شيء احنا انت شو دخلك انت حد قال لك تعال حد قال لك تعال خلني براحتي انا اتمرن ابغى شعورك لما هذا الشخص يقول هذه الكلمه ايش تحس فيه
هاي صدق يعني هذا يقهرني ان انا قاعد اتمرن لحالي. كذاب. اول ما كلمه ان شاء الله عمي ساعدني ان شاء الله. لا انا هالكلام طبعا في قلبي لكن في قدامه اكيد ساعدني يعني. فاهم علي؟ هو يساعدني وانا امثل انه مشكور انك ساعدتني. بس يعني اغلب المعضلين اغلبهم في النادي ايش يبون؟ طبعا انت الحين بتتكلم عن المعضلين تتكلم عني، خلي انا اجاوب. طيب تفضل. يعني عشان انا اتحمس واحس اني انا معضل لازم اصارخ، يعني شوفوني انا معضل لازم اصارخ وانا اشيل الوزن عشان احس بجو. نواف كان معضل على فكره قبل. اعوذ بالله. والله بس زنت ما في شيء ثاني. طفايجو زنت خالي. انت قد رحت جيم من قبل؟ للاسف. طيب. للاسف. لكن بعد يوم حسيت شوي شوي قمت اتحول لقبقوب بعدين ودرت الجيم. بس انت مؤيد للناس القصار يلعبون حديد؟ اكيد لا. منظر سيء يا منظر جدا سيء والله تشبه اناناس. خلنا على خلني على كرشتي وايد احسن. نحصرهم في المولات لابسين ضيق وشادينهم. خير يا استاذي. هو كان بس يضوق الفانيله هنا. اي انا وهذا كله وسيع. والله العظيم. ليش ما يضحك؟ لانه صح الكلام اللي انا قلته. لا كذاب. طيب ما فكرتش تروح نادي؟ لا لا بس خلاص توبه. ليش توبه؟ طيب انا بسالك عن تيم الفلاسي. انا تحب تيم الفلاسي؟ اكيد. انتوا ايش علاقتك انت وياه؟ كره. لا انا قصدي القرابه. تيم اختي بس ما حد يصدق انها اختي لان كثير انا ما يصدقون لان انا اجمل. فاقول لهم هالجمال من الله يعني. بتزعلها؟ لا هي تعرف انها والله ولا شفت الجمال يعني. انت طيب انت كم تعطيها من 10 في السوشيال ميديا؟ اختي؟ اعطيها 10. لا اتكلم عن تيم ما اتكلم عن اختك. تيم. تيم؟ 10 من 10. كم تعطيها؟ تيم؟ اعطيها 10 بعد من 10. اطلع برا على البرنامج تصارخ علينا. بس تيم يعني مكونه قاعدة جماهيرية عريقة في الخليج. صح. يعني أنا يسألون السعوديين تعرف تيم ما شاء الله يحبونه ويحبون طرحها ويحبون كلامها وأسلوبها. ليش نواف ما يتعلم منها يا أخي؟ صح والله صح. وليش راشد ما يتعلم منها؟ أنت ليش واقف بس ويا راشد ومعاند نواف؟ ليش راشد ما يتعلم منها؟ راشد أخوه وايد أحسن عن راشد. راشد تعلم من أختك. راشد أخوه. راشد ما حس بالنعمة هذه اللي معاه في البيت. بس أنت بعيد تحس. شوف النعم حواليك. لا شوف يعني تيم ما شاء الله مجالها يختلف عن مجالنا يعني. ما شاء الله هي فلوقات وبطريقه ايجابيه وتصور اشياء يعني تختلف عن تيم. ما تنتقد ولا انا طلبتها طلب ولا جابتها لي. انا اكلت مره عندهم وجبه بالمطعم تعبتني. لحم تكه كذا علي خلطه. كلمتها مرتين ما جابتها لي واقولها على الهواء ما جابتها لي. بس تم انا بجيب لك. بس طبعا تم نفسها هي يعني ما بجيب شيء. لا تجيب شيء ما يبلش خذ عنده فلوس. لا لا مش بدفع. اوكي. بس لا شغله ما شاء الله تبارك الله. احنا ودنا نكمل حلقه 4 سنوات قدام. اي والله انا ملان منكم لكن بجامل. احنا ودنا نكمل. بتجاملنا؟ والله انت الوحيد اللي محل الحلقه. اي والله ما شاء الله عليك اجمل واحد في الحلقه. بالعكس وجودكم انتم شرفنا واسعدنا. لا والله انت اللي منور الاستوديو. بدونك الاستوديو ظلام. اقول بنسولف معك. نواف انت لك تجربه وحيده في المسرح، واحده بس، هل لك نيه تعيد التجربه؟ طبعا تجربه المسرح تجربه تختلف جدا عن السوشيال ميديا. تجربه صعبه لكن تجربه جدا جميله انك انت تكون قدام الجمهور. بس فيها شويه تعب. فيها تعب. فيها تعب في البروفات وفيها تعب انك تكون لازم صراحه لازم تعب وتمرين ولازم دراسه. ما يستوي انت من السوشيال ميديا تطلع ترى التليفون في السياره انت تصور نفسك. صحيح. غير وفي المسرح غير. مسرح الاطفال غير شويه. طيب هل مثلا جيت مع ممثل مثلا كبير مثلا ممثل وقام يفرض عليك اشياء، نواف سوي نواف عدل، انت ترضى شخصيا وتقول لا انا نجم من نجوم السوشيال ميديا؟ ما ارضى بهذا الكلام. لا طبعا كل اللي كانت معي تجربه معاهم في السوشيال ميديا كانوا يساعدون. بالعكس يساعدوني. يعرفون اني انا طالع من السوشيال ميديا ما عندي جد اي خبره في المسرح. كانوا يساعدوني صراحه من الاستاذ عبد الله صالح، غانم ناصر، كلهم كانوا ما شاء الله عليهم يعني معي. طيب بنشوف راشد معك في المسرح؟ لا ان شاء الله. لا شو السنافر والنخلة. يمثل معك يعني راشد شخصيه جميله مش متمكن في السناب في السوشيال ميديا كسر الدنيا. مو مستواي يعني. انا مستواي اعلى. انا هوليوود بوليوود. مسرح اطفال بارني ما اي يا اطفال. يعني بعدين ما نبغى مثلا ام راشد الله يحفظها تقول شفت ولد خالتك كيف راح في المسار. دائما تقول هالكلام. احنا ما نبغى الكلام نبغاكم سوا. دائما تقول هالكلام. شفت ولد خالك ما شاء الله احسن عنك. ما شاء الله اذكى عنك احلى عنك. ليش ما تطلع نفسه؟ لكن الحمد لله على كل حال. مو بانسان كل انسان يقدر يكون نفسه. انتم في حياتكم العامه مع بعض دائما ولا؟ ايه بس اخر فتره يمكن. لا بس دائما مع بعض احنا.
للاسف لان انشغالاتنا انا عندي متى تفتر تفترقون ان شاء الله احنا متناوين الحين بعد البرنامج خلاص بعد 30 سنه ويوم ما حبيته اليوم بحبه لا بعد البرنامج كم عمرك ما شاء الله سر حياته هو حياته بنات وانا لا انا انسان يعني سيد هو المسجد بنات. للبيت والجامعة اماكن خربان انا ما مو جوي نواف العطف على الصغير انت توك تتكلم عن الزواج هو جالس يخرب العيون اي والله يخرب علي ما يحب لي الخير والله ما يحب الحسود حسود ما يحب لي الخير انا اقول الصدق يا جماعه معنا على الاتصال الحين ابوك عسى الله يحفظه ويطول بعمره حياك الله الو الو السلام عليكم مساء الخير عم نمزح معك صدق والله بغيت انا توترت ما ادري ليش شرفتونا ونورتونا كلمه سريعه ما راح اتكلم للمشاهدين كمتابعينك بمناسبه 100 عام على مولد الشيخ زايد رحمه الله عليه طبعا الله يرحم الشيخ زايد طيب الله ثراه امين رمز من رموز دوله الامارات وما حد من صغيرنا لكبيرنا ما حد ينسى خيره وما حد ينسى جميله جميل راشد الله يرحم الشيخ زايد ويغمد روحه الجنة طبعاً هو من طبعاً هو أب لنا وأب لجميع السكان هذه الدولة سواء من أجنبي سواء من مواطن حتى بعض الناس من الخارج نعم حتى من بعض الناس أنا من الناس من الخارج له فضل علينا من بعد الله له فضل علينا إحنا وعلى جميع اللي ساكنين في هذه الدولة أنا إحنا كنا نسمع دائماً إحنا بالسعودية هذيك الأيام عيال زايد عيال زايد أنا ما استشعرت بهذه الكلمة إلا لما عشت معاكم وسكنت معاكم وشفت إن كل واحد منكم حاط الشيخ زايد قدام عينه الشيخ زايد سوى الشيخ زايد فعل الشيخ زايد ونعم فيكم مليون وفي الشيخ زايد رحمة الله عليه وفي الشيخ خليفة عسى الله يحفظه والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أنا أتكلم بلسان كل مواطن عربي يا عيال زايد والله أنا نحبكم ونعزكم ونغليكم ونسأل الله بأن الله يزيدكم من خيره ونعيمه قولوا آمين آمين يا رب ونحمد عليكم يا أهل السعودية I love you مشاهدينا نلتقي في الحلقة القادمة تصبحون على ألف خير